طب الديون دي جت منين وايه اللي وصلها 100 ألف؟ مع حضرتك انا كنت بجيب قروض عشان اعمل مشاريع، عملت مشروع خضار، جبت تروسيكل عشان هو يشتغل عليه ونجيب عليه بضاعة ونبيعها، فكنت بجيب قروض. فما ما اجي اسد القروض ما لقيش ان انا اسد، كنت اجيب كارد عشان اسد كارد، اجيب كارد اسد كارد، كله بسببه. كله بسببه. طيب وقت ما ماشي كان بيعاملك ازاي؟ لو انا ما اديتوش فلوس عشان هو قاعد في البيت عشان اجيب له سجاير واشحن له رصيد واجيب له اكل وشرب، يكون اهانه وضرب وشتيمه وباوسخ الالفاظ واوسخ الكلام. فطبعا ما كانش عايز يطلق، فطبعا لجأت الناس ولاد حلال وقفوا جنبي ورفعوا لي قضيه خلع عليه واتنازلت عن كل حاجه. فطبعا ما كانش قدامي حل ان المديون اللي انا فيها ديت، بدأت أبيع في حاجتي حاجة حاجة عشان أسد. بعتي ايه؟ بعت التلاجة، بعت الأجهزة، بعت العفش، بعت كل حاجة ما عندي، ما خليتش حاجة عندي، بعتها إلا البوتاجاز بس اللي فضل عندي عشان أقدر أعمل أكل للعيال عليه، لأن أنا مش هقدر أجيب أكل جاهز من بره، فلازم يبقى في أكل في البيت إن أنا أعمله لهم بس. فبدأت بقى من هنا واتداين، وطبعا أنا ما عنديش حاجة إن أنا أقدر أعملها. انا نزلت اشتغلت ابيع مناديل وابيع ورد، اشتغلت في البيوت ان انا اطبخ، لان انا ما اعرفش حاجه اعملها غير ان انا اطبخ، ايه فكنت تاني؟ بطبخ. اشتغلت في ايه تاني؟ نزلت الشارع بعت مناديل، نزلت الشارع بقيت اجيب ورد وابيعه، حد عايزني امسح سلالم بروح، حد عايزني انظف معاه شقه اروح، كل ده انا اشتغلت وعملت فيه. هو عنده علم بالكلام ده؟ عارف المرمطة دي؟ معرفش بقى هو عارفها ولا لا، لان هو ما بيسألش ولا بيتكلمنا ولا بيعرف عنه حاجة. طيب قولي برضو، انت قلتي انك مديونة كمان للمدرسين انا بسبب مديونة الفلوس. للمدرسين، انا عايزة اعلم عيالي، فانا عايزة اعلمهم عشان يطلعوا احسن حاجة. من حقي كواحدة في بلدي ان انا اعلم عيالي ويطلعوا ناس كويسة وناس محترمة، فبتداين للمدرسين. طيب ما طلبتيش ليه بقى منه فلوس؟ فلوس دروس؟ طلبت منه فلوس دروس من 3 4 ايام، اتصلت بيه وقلت له من فضلك انا عايزه حتى تشوف لي 500 جنيه الاولاد داخلين على امتحانات ومراجعات وانا مش معايا اكمل. طبعا قال لي افظع الكلام والفاظ طب قولي وزعق، قال لك ايه بعيد عن الالفاظ؟ قال لك ايه؟ قال لي انا ماليش دعوه، انا معاش اصرف على حد، انا معيش فلوس، انا ما عنديش دخل. قلت له منفصلين بقالكوا قد ايه؟ يعني انا كده الشهر الاثنين الجاي يبقى لي 4 سنين. 4 سنين. قبل ال4 سنين كان سايب البيت وماشي ولا هو طلع على طول؟ لا هو كان سايب البيت وماشي، كان قاعد عند اخته. اليوم اللي مشي فيه ده كان ظروفكوا ايه؟ كان ايه اللي حصل؟ كان في مشاجرات؟ كان في لا ما مشاكل؟ كانش في اي حاجة، ان هو ما كانش، انا بقول له انا عايزة فلوس، انا عايزة، انت ضيعنا كل حاجة وانا مديونة، انزل اشتغل وساعدني، انا مش قادرة على الحمل لوحدي، ان انا اشيل مسؤوليتك ومسؤولية بنات وديون والكلام ده لوحدي.